يعني بسم الله الرحمن الرحيم، هنستأذن حضرتك طبعا باشمهندس أحمد عبد العزيز واستشاري التحول الرقمي وتطوير العمليات وإدارة الإبداع، إن هو طبعا هيتفضل مشكورا النهارده يقدم لنا يعني ندوة شيقة عن التفكير الإبداعي خارج الصندوق، وإن يا شاء الله بنديله 45 دقيقة كده، وبإذن الله بعدها الناس الأفاضل ممكن يبقى في حوار متداول بعدها إن شاء الله. ماشي وتبدأ سعادتك بقى ان انت تقدم نفسك في مقدمة سريعة كده، وبعدين ان شاء الله تفضل يا باشمهندس. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا يا جماعه بحضراتكم جميعا. مع حضراتكم مهندس احمد عبد العزيز، انا خريج هندسه القاهره 93، وبقالي اكثر من 25 سنه بشتغل في مجال تكنولوجيا المعلومات. اكاديميا انا معايا بكالوريوس هندسه، ومعايا بعديه دبلوم علوم حاسب، دبلومه يعني من معهد الاحصاء لمده سنتين، ودي كانت اخر حاجه اكاديميه خدتها. لكن خدت مجموعه من الشهادات المهنيه زي البي ام بي اللي هي بروجكت مانجمنت بروفيشنال، زي حاجه اسمها توجاف سيرتيفايد عشان نعمل التحول الرقمي، حاجه اسمها سي ام اي، انا جديد ابريزر للسي ام اي، ده نظام جوده خاص بشركات البرمجيات. ويمكن اخر شهاده خدتها في كانت الشهر اللي فات الحمد لله، اللي هي اسمها هاي ماتيوريتي ليد ابريزر، ودي من الشهادات النادرة يمكن في مصر وفي العالم وفي المنطقة. يعني أنا تاني واحد في مصر وفي الشرق الأوسط، ويمكن وورلد وايد العدد ما كملش 90 لغاية دلوقتي. واشتغلت بكل الكلام ده كاستشاري، واشتغلت بالكلام ده كله كإنستراكتور محاضر، اديت كورسات كثيرة جدا، وقيمت العديد من الشركات وفقا للمنظومة ديت جوه مصر وبره مصر، يمكن أكثرهم في الصين عشان الصين هي أكبر مستهلك أو أكبر زبون للموديل ده دلوقتي. هكلم حضراتكم النهارده عن ما يسمى التفكير الإبداعي أو التفكير خارج الصندوق. إيه هو المفهوم دوت؟ إيه معنى الكلمة ديت؟ لأن كتير من الناس بيقولوا الكلمة دي، وبنشوفها حتى على جروبات في دريم، عايزين أفكار لتطوير المدينة، عايزين أفكار خارج الصندوق، وبعدين يروح جاي مديك مثال فتلاقي يعني ايه الجديد، الفكره ديت موجوده. ما بقولش انها وحشه، ما بقولش انها مش بتضيف قيمه، ولكن مش ده المقصود لما نتكلم ونقول بقلب جامد كده التفكير خارج الصندوق. فخلينا نقول ان تعريف التفكير خارج الصندوق هو التفكير بشكل غير معتاد، التفكير بطريقه مش تقليديه ومش نمطيه لحل المشاكل. والتفكير خارج الصندوق ده في بعض الناس متصوره، او التفكير الابداعي متصوره ان دي موهبه ربنا اداها لبعض الناس زي اينشتاين ودكتور مصطفى مشرفه واسحاق نيوتن والناس ديت. ما فيش شك ان في نوع من الموهبه ربنا اداها لبعض الناس، لكن هل ده معناه ان بقيه الناس اللي هم الاغلبيه، اغلبيه البشر، لان نسبه الناس العباقره دول أقل من واحد في الألف ربما، ويمكن أقل من كده بكتير. هل معنى كده إن بقية الناس ما تقدرش تعمل حاجة؟ لا، في تكنيكس معروفة واتبعت واتجربت، وأنا شخصيا جربت بعضها، ويمكن ده اللي هتكلم فيه النهاردة، وقدرنا نطلع أفكار وأفكار إبداعية جميلة من ناس كنا نتصور إن مش ممكن يطلعوا حاجة، من بعض الناس من بعض الدول اللي مشهورة عفوا بالكسل، وفي مجالات يمكن كان الناس مسؤولة عن الحج والعمرة وإزاي يوفروا خدمات متميزة في الحج والعمرة، يعني مجال صعب إن أنت تقول إن يطلع فيه أفكار. فالتفكير خارج الصندوق ده مش ده مهارة مكتسبة يمكن تعلمها، تمام، وما هوش حكر على طائفة معينة زي ما قلت لحضراتكم، ولا سن معين ولا وظيفة معينة، خريجين هندسة بس هم اللي مبدعين، خريجين زراعة، دكاترة، مش عارف كذا، لا لا لا، أي حد زي ما هنشوف بعد شوية يقدر يفكر خارج الصندوق. الكلام بتاعي النهاردة مش عايزه يكون وان واي، يعني عايزين نتبادل الكلام سوا والنقاشات. ويمكن أول حاجة عشان تبين فكرة التفكير خارج الصندوق هي المسائل اللي قدامنا ديت. المسائل دي بيعرف يحلها أطفال صغيرين عندهم 5 سنين، بمعنى أصح لسه ما دخلوش المدرسة، واللي دخل المدرسة وعدى المدرسة بيعجز عن حلها.
تمام؟ انسوا الجملة بتاعتي، حد يقدر يقول لي ايه العلاقة اللي هنا؟ المعادلات دي اتحسبت ازاي؟ المعادلات دي اتعملت ازاي؟ هدي كده 20 ثانية أو 30 ثانية وبعديها هقول لكم دي اتحسبت ازاي؟ وليه الأطفال الصغيرين هم اللي بيجيبوها والكبار ما بيجيبوهاش؟ طيب انا اتوقع ان كل واحد كان بيفكر في الجمع والضرب والضرب والطرح والقسمه والجذر التربيعي والجذر التكعيبي والحساب المثلثات وكل القواعد الرياضيه اللي اتعلمناها في المدارس وفي الجامعه. لكن انا قلت جمله ومكتوبه هنا، الاطفال اللي عندهم 5 سنين ما عرفوش الكلام ده. ده مثال على موضوع التفكير خارج الصندوق، الصندوق بتاعهم ما فيهوش الكلام ده خالص. الصندوق بتاعهم فيه حاجات بسيطة جدا، فيه أشكال، فيه مربعات ودوائر ومثلثات. عايزين نشوف حل المسألة دي؟ ده حل المسألة دي. واخدين بالكم من الحل؟ الحل فين؟ الأطفال بيعدوا الأشكال المقفولة. المعادلة دي كل اللي فيها 3 دوائر مقفولين تدي 3. دي كل اللي فيها 5 دوائر مقفولين تدي 5. هنا المثلث بتاع الأربعة عدوه برضو كشكل مقفول يبقى المجموع 2. As simple as that. ده مثال على موضوع الصندوق اللي اتحطينا فيه، ضرب وطرح وجمع وقسمة وجذر تربيعي وجذر تكعيبي، خلانا نبص للأمور من زاوية معينة. فلو جيت تقول لي أنا حسبت مش عارف كذا، ضربته في جذر كذا، قسمت على كذا، مش عارف إيه، أنت حضرتك ما زلت بتفكر جوه الصندوق بتاع الماث اللي إحنا اتعودنا عليه من أولى ابتدائي لغاية ما اتخرجنا الجامعة لغاية واحدة بنشتغل لغاية النهاردة. هدي لك مثال يا باشمهندس احمد اذا سمحت لي. طبعا يا دكتور. كنا في الام اي تي في امريكا، كان في مناقشه جميله جدا، وكان في بعض الطرح من احد الدكاتره وعجبني قوي الطرح ده، استاذ كبير هناك في الام اي تي. قال لك ان الطالب لما بيجي يتعرض لموضوع ما وممكن يعرضه على استاذه، الطالب ممكن يطلع بفكره ابداعيه اكتر من الاستاذ. ليه؟ لأن الأستاذ له خبرات محددة، الصندوق اللي حضرتك بتقول عليه، فهو تمام بيحكم على الأشياء من خلال هذه الخبرات. يعني واحد طالب جه قال لي الموضوع ده كذا كذا كذا، ينفع ولا ما ينفعش مثلا؟ أنا من خلال خبرتي على طول مش أفكر في الموضوع أقول له أه ينفع أو لا ما ينفعش، هو ما عندوش هذه الخبرة، فتبص تلاقيه ممكن ينطلق ويبدع ويطلع بفكرة ويطلع منها باختراع أستاذه ما كانش متخيل إن ممكن هذا الاختراع يوصل له. فدي بالظبط زي ما حضرتك بتقول، فهذا النموذج كان عجبني جدا في الام اي تي. وكلما ناقشنا الأستاذ اللي هناك، يعني قال لك أنا ممكن أتعلم من الطالب بتاعي في فكرة جديدة، اختراع جديد من هذا النمط يعني. طبعا انا بشكر حضرتك على الاضافه، وعلى فكره حضرتك سبقتني، يعني احنا كمان 2 3 سلايدز وهنتكلم في النقطه دي. أنا آسف معلش. لا يا فندم، لا لا لا، ده اضافه جامده جدا للسيشن، يعني انا بشكر حضرتك على ده. شكرا جزيلا. طبعا كلام دكتور محيي سليم تماما، وهنركز عليه تاني وهندي عليه كمان شويه افكار اضافيه ظريفه في بعد 2 3 سلايدز. تعالوا نشوف مثال واقعي شويه بقى. في عندنا مشكله، أو يعني أحد المشاكل اللي عملوا لها حلول إبداعية. المثال اللي نعم. بعد إذنك عشان صحة، المثال اللي فات ده هو بتاع الأرقام. يعني هم الصغيرين عارفين وعدوه كدوائر مقفولة ومش عارف إيه، إحنا بصينا له كمعادلات فعلا ما هتتحل إزاي، ما فيش حاجة كده خالص يعني. فهو عايز أقول يعني طب إيه الميزة أو إيه الفرق يعني؟ يعني أنا أبص لها ليه بكده؟ بطريقة الصغيرين أو بطريقة الدوائر، أو إلا إذا كان هيبقى لها فايدة بعد كده. ما هو ده بس مجرد مثال على موضوع الصندوق وخارج الصندوق. تعالى بقى بس السلايد اللي جاي على طول هتورينا مثال ليه فايدة. ماشي ماشي تمام، ماشي، ده بس اتفضل. كان بيوضح فكرة يعني إيه خارج الصندوق. مش حاجة مختلفة خالص يعني. حاجة طريقة مختلفة خالص في التفكير عن بس الطريقة ملهاش المنطقية. علاقة بالمعادلات برضه.
يعني هنا كانت مجرد طريقة مختلفة، واخد مجرد بالك؟ مثال بس يعني، لكن مجرد مثال لا أكثر لا ولا أقل. تعبر لا عن جمع ولا حاجة خالص يعني. بالظبط، جمع دوائر مقفولة ومثلثات مقفولة مش أكتر، مش جمع أرقام وأرقام وحروف. تمام، اتفضل. تعال نشوف بقى مثال واقعي اللي حضرتك بتسأل فيه. عايزين لما قالوا عايزين نعمل قطر بيتحرك بسرعة، تمام؟ التفكير النمطي اللي جوه الصندوق بيقول عشان تزود سرعة القطر تزود محركات أو قدرة المحرك أو التكنولوجي اللي في المحرك اللي تخليه بدل ما بياخد مثلا فحم ياخد جاز، بدل ما ياخد جاز ياخد بنزين، بدل ما ياخد بنزين مش عارف من درجة النقاء كام ياخد بنزين درجة النقاء كام، المحرك يدي مش عارف 2000 حصان بدل ما بيدي 1000 حصان، مش عارف إيه. تمام جميل. لكن اليابانيين من حوالي 30 أو 40 سنة دخلوا دخلة تانية خالص. قال لك أحد الحاجات اللي بتخلي القطر يبقى بطيء أو بتسحب من سرعة القطر هي الاحتكاك بين القطر والقضيب بتاعه. فلو لغينا قوة، لو لغينا الاحتكاك هندي سرعة للقطر. واليابانيين شاطرين في حاجة اسمها اللين، اللين مانجمنت، اللين اللي بتعتمد على ما يسمى الويست اليمينيشن، أي حاجة بتسبب هدر في العملية بيلغوها. فهنا كان رأيهم إن اللي بيسبب هدر في العملية هو قوة الاحتكاك. هنعمل قطر ما بيحتكش بالرصيف بالقضيب، هنعمل ما يسمى القطار الطائر. طب القطار الطائر ده هتعمله ازاي؟ قال لك والله هنستغل فكره المغناطيس، ان الاقطاب المغناطيسيه المتشابهه بتتنافر اللي احنا خدناها في ابتدائي. فلو عملنا مغناطيس في عربيه القطر من تحت وعملنا مغناطيس في القضبان في نفس القطبيه هيحصل تنافر ما بينهم، القطر هيعلى عن القضيب وهيكتسب سرعه عاليه جدا. اتنفذت الفكره دي، الفكره دي متنفذه بقالها بقول لحضراتكم بقالها اكتر من 30 سنه. الصين بقى بتفكر في الموضوع، وخدوا بالكم بقى دي هنتكلم فيها برضو بعدين لو كان عندنا وقت. بصوا للموضوع بزاويه تانيه، هو الهدف مش ان انا ازود سرعه القطر، مش ده الهدف الاساسي. الهدف الاساسي ايه؟ الهدف الاساسي ان انا اوصل اسرع، ان انا اوصل اسرع. طيب ايه اللي بيخليني ما اوصلش اسرع؟ ان القطر بيقف في محطات كتير، وفي كل محطه بيحتاج له 3 4 دقائق عشان يدخل المحطه ويهدي ويقف وياخد سرعته تاني ويطلع من المحطه. طب لو خلينا القطر ما يقفش في المحطه اصلا، مش كده يبقى احسن؟ تخيل قطر، المسافات في الصين طويله جدا، تخيل قطر بيقف في 50 محطه، كل محطه 5 دقائق بتكلفه 5 دقائق ما بين انه يقف ويشتغل تاني، تمام؟ 5 في 50 ادي 250 دقيقه، ادي 4 ساعات واكثر من وقت الرحله يتوفر. عملوا الفكره دي ازاي؟ يعني ايه قطر ما بيقفش في المحطه؟ الناس هتنط ازاي جوه القطر ولا تطلع من القطر؟ نشوف الفيديو ده سوا.提前进入车顶的周转车厢，旅客们，北京开往广州方向的168次高速不停站火车马上就要通过本站，请前往广州方向各站的旅客提前进入站台的周转车厢。 الناس بتركب العربية اللي واقفة في المحطة دي، خلي بالك اللي عايز يركب القطر يركب العربية دي، العربية دي واقفة لا في جرار ولا في سواق ولا في أي حاجة. وبعدين إيه اللي هيحصل؟ القطر جاي أهو، القطر جاي خد العربية دي ومشي وساب عربية تانية. الناس اللي عايزة تنزل من القطر تطلع فوق في العربية ده. 旅客们，武昌车站到了，请大家按先后秩序下车，下次旅行再见。 ده مثال بقى للتفكير خارج الصندوق اللي ادانا قيمه، مش بس مثال بتاع الارقام. تمام؟ اذا هنا في فكره مبتكره تماما، طريقه غريبه جدا في التفكير، احنا مش هنوقف القطر في المحطه، تمام؟ الو بس انا مش عايز اكذب عليك، انا تايه. في الوقت. تمام؟ تخيل حضرتك الفكره دي اول ما اتقالت كان ممكن الناس تقول ايه ده؟ ايه الكلام الفارغ ده؟ يعني احنا هننط يعني مش عارف ايه، وكانت ناس تضحك وناس تعمل، لكن مش ده اللي تم.
ونفذوا الفكرة وبدأ حد يطور عليها ويشتغلها، وده اللي احنا هنشرحه في السلايد اللي جاي. اكشولي انا يعني كان الدكتور حسام في السيشن اللي فات كان يتكلم عن طرق التفكير و عرضهم بسرعة. أنا هركز على نوعين من طرق التفكير اللي احنا بنتكلم فيهم، تفكير القاتل للإبداع والتفكير اللي بيحفز عملية الإبداع. التفكير القاتل للإبداع هو اللي بنسميه التفكير النقدي، وده للأسف اللي كلنا متربيين عليه تقريبا وكلنا متعودين عليه، اللي هو أول حضرتك أو أي حد ما يطلع بفكرة تلاقي واحد على طول بيقول له التهريج ده، أو بيتريق على الفكرة، الكلام ده مش هينفع. تمام. تخيل ان احنا لو كنا قاعدين، احنا اللي بنفكر ازاي نخلي القطر يمشي بسرعه، وواحد فينا راح طالع قايل القطر مش هيقف في المحطه قبل الفيديو اللي شفناه من شويه، كنا هنقول عليه ايه؟ تمام. هتلاقي اللي طلع على طول، يا عم انت عايز تموت الناس، طب ايه لازمه القطر بقى لما ما يقفش في المحطه ان شاء الله؟ طب واحنا هنعمل ايه بقطر ما بقى؟ تمام. ودخلنا في ايه؟ في حسن. تمام. فبتلاقي واحد يمشي في الاتجاه ده، واحد يمشي في الاتجاه الثاني، المحصله ايه؟ صفر، ما بنوصلش لاي حاجه. اللي بيخلينا نوصل لحاجة ما يسمى التفكير المتوازي. إحنا كلنا بنفكر في نفس الحاجة في نفس الوقت بنفس الطريقة. بمعنى إن أنا في لحظة من اللحظات كلنا بنحاول نطلع أفكار. الفكرة دي أنت شايفها كلام فارغ وعقول قبل التنفيذ، لو سمحت اصبر شوية وما تتكلمش دلوقتي، سيبها. الفكرة اللي أنت شايفها غير قابلة للتنفيذ، في غيرك هيطلع منها حاجة. بالمناسبة قالوا زمان إن الايس كريم لما اتعمل وبدا يكتر على نطاق واسع، كان في مشكله ان علب الايس كريم عامله زباله كتيره في الشوارع، الزباله كترت. فاحد الافكار اللي طلعت لحل المشكله قال لك ناكل العلبه. فكره غريبه جدا في وقتها، بس اعتقد كلنا عارفين دلوقتي ان احنا فعلا فعلا بناكل علبه الايس كريم في كتير من الاحيان، اللي هي البسكوته بتاعت الايس كريم. تمام. طيب، فالتفكير المتوازي بيقول لي كلنا نفكر سوا. وكان الدكتور حسام عرض لنا حاجة اسمها طرق التفكير أو قبعات التفكير الستة، سكس ثينكينج هاتس. تمام؟ إيه قبعات التفكير الستة؟ إيه الفكرة بتاعتها؟ الفكرة إن قال لك إن في 6 طرق مختلفة للتفكير العقل بيشتغل بيهم، إحنا بقى هننظم الأمور ما بيننا يا جماعة، وكل شوية هنفكر بطريقة. طيب، إيه هما ال6 طرق؟ القبعة الزرقاء أو الطريقة الزرقاء، إحنا بنفكر في التنظيم، بنحط قواعد وأسس عشان نشتغل بيها. القبعة الخضراء، طلعوا أفكار، يلا نطلع أفكار، كل واحد بيحاول يطلع فكرة. والقبعة السوداء، بعد ما طلعنا الأفكار، الأفكار دي كلها ممكن تفشل. ليه؟ إيه السبب؟ أنت شايفها ممكن تفشل ليه؟ اللي يخلي القطر ده اللي ما بيقفش في المحطات هيبقى فكرة فاشلة. بتبتدي تفكر في العيوب بتاعته. تمام. التفكير في العيوب هنا somehow بنشتغل فيه مع الهات الحمراء. التفكير في العيوب بدون ما يكون يعني بيز على انطباعات بس، انت حاسس ان الفكره هتفشل، ما عندكش حاجه مؤكده ان الفكره دي هتفشل. تمام. لكن انت حاسس انها مش هتكون فكره كويسه. وبعدين بنلبس القبعه الصفراء. طيب، الفكره دي هتنجح وهتكون واعده جدا وناجحه جدا، ليه؟ انت متفائل، ايه اللي يخليك متفائل ليه؟ تمام؟ وبعدين في عندي القبعه البيضاء اللي هي والله الفكره دي في بنتكلم بحقائق بقى وارقام، كنا هنا بنتكلم بانفعالات وانطباعات، هنا بنتكلم بحقائق. في فكره زي دي اتنفذت في هولندا وانا كنت هناك وشفت مش عارف كذا 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 وحصل عنها كذا. تمام؟ سواء بنجاح او فشل، في تقرير منشور على النت عن ان دي اتنفذت في السويد وفي السعوديه، نفذوها مش عارف فين وعملوا كذا وطلعت النتيجه كذا كذا كذا. البوينت هنا يا جماعه ان احنا لو قاعدين 10 افراد مثلا بنفكر في حلول ابداعيه، في وقت من الاوقات كلنا لابسين الهات الزرقاء وبنفكر في التنظيم، في وقت تاني كلنا لابسين الهات الخضراء ديت وبنفكر في حلول، في وقت تالت كلنا لابسين الهات الصفراء وبنفكر في ايجابيات. مش واحد بيفكر في ايجابيات وواحد طالع يكسر له فيها ويقول له سلبيات. مش واحد يفكر بحقائق وواحد تاني بيفكر بانطباعات. المنهجيه ديت انا جربتها مع بعض الناس وجربناها بالترتيب ده، وحابب انقل لحضراتكم ده، ولو كان عندنا وقت او ممكن في سيشن تاني ان احنا نعمل ده كورك شوب.
يعني نجرب سوا، ناخد موضوع ونجرب فيه سوا. فبنبدأ دايما بالقبعة الزرقاء، التنظيم، مين يا جماعة اللي هيدير الجلسة، مين اللي هيسجل، مين اللي هيعمل كذا، مين اللي هيلزق على الحيطة، ساعات بنلزق ورق على الحيطة، بنحدد الأدوار والمسؤوليات اللي هنمشي عليها بعد كده. نمرة 2، بنعرض المشكلة أو الهدف اللي عايزين نحققه. الناس دي كان عندها قطار سريع، في ناسا عملوا التلسكوب هابل أول ما طلع في الفضاء وبتاع ما اشتغلش، الصور بايظة، فعملوا سيشن زي كده عشان عزلوا الناس عن الكلام اللي بيحصل في الكونجرس واللي بيحصل في الميديا، لأنها كانت كارثة، مصاريف كتيرة جدا وما اشتغلش، تمام، عزلوا الناس وابتدوا طلعوا لنا مشاكل وحلول وبتاع عشان التلسكوب ده يرجع يشتغل تاني. الخطوة الثالثة بنيجي نلبس القبعة الخضراء بتاعة التفكير والإبداع، ونبتدي نطلع أفكار باستخدام حاجة اسمها العصف الذهني، هنتعرف عليها بعد شوية. التجربة اللي عملتها دايما دايما بتطلع المجموعة الأولانية من الأفكار أفكار نمطية جدا، أفكار من جوه الصندوق، أفكار عادية جدا. تيجي تقول مثلا عايزين نطور دريم، عايزين أفكار خارج الصندوق، يقول لك هنرصف الطرق وهندهن العمارات ونزرع شجر كويس ونحط إضاءة على الشجر و و و شكرا جزيلا. كل ده مهم وكل ده جميل، بس كل دي أفكار نمطية ومن جوه الصندوق ومفيش أي حاجة جديدة. فبعد ما بنعمل ده، عن نفسي بسيب الناس كده شوية 10 دقائق، بيطلعوا كام فكرة، شكرا يا جماعة الأفكار دي كلها مرفوضة، الكلام ده نمطي تماما، مفيش فيه أي جديد، عايزين نشوف أفكار جديدة. وممكن ادي فكره او القط من حد كلمه واديله فكره جديده عشان نبتدي نشوف او نبتدي نحرك الناس في اتجاه معين. فبالتالي بنخش بعد كده على اعاده الخطوه الثالثه. اعاده الخطوه الثالثه اللي هو نرجع تاني نلبس الهات الخضراء وابتدوا طلعوا لنا افكار. بعد كده بقول للناس البسوا الهات السوداء. الهات السوداء بتاعت ايه؟ لو نسينا بنرجع هنا تاني. الهات السوداء بتاعت الفكره دي هتفشل. وليه ببدا بالسودة بعد الخضراء؟ عشان هي دي طبيعتنا، احنا على طول بنحب ايه، اول ما تطلع فكره زي ما قلت لكم على طول بتلاقي ناس بتكسر فيها. على فكره لسه قريب جدا في الجروب بتاعنا حصل حاجه زي كده، في حد طلع بفكره الناس استغربت الفكره جدا وهجمت الفكره بشده من اول راجل ما اتكلم فيها، تمام. طيب، فبنبتدي نتكلم فيه، نمسك كل فكره، انطلق الفكره دي مش هتنفع، قول لنا مش هتنفع ليه؟ بيزد على ايه؟ بيزد على وجهه نظرك اللي انت شايفه، ما بقولكش لازم يكون ده في حقيقه بتدعمه، مش هعارضك، مش هقول لك لا كلامك غلط والفكره دي ناجحه، هسيبك تقول كل اللي انت عايزه وتجيب كل الايه العيوب اللي ممكنه في الفكره دي. الخطوه اللي بعديها برضو بنرجع نفطر مع الهات الحمراء اللي هي تفكير عاطفي ومشاعر، وندخل معاها الصفر. الفكره دي ناجحه جدا، الفكره دي هتكسر الدنيا، ليه؟ ايه المميزات اللي انت شايفها في الفكره دي؟ تمام؟ اخر حاجه بنختم بيها، قول لي والله البس بقى القبعه البيضاء، اللي عنده معلومات يا جماعه عن الموضوع ده، اللي شاف حاجه زي كده مطبقه قبل كده، اللي شاف حاجه مشابهه مش عارف ايه، عنده نتائج ارقام يا ريت يقول لنا عليه. ده السيكونس اللي بنمشي بيه، ده لا يمنع ان ممكن جدا واحنا بنستعرض المزايا بنستعرض العيوب تلاقي حد طلع بفكره جديده، هنرجع تاني لخطوة ثلاثة ونلبس القبعة الخضراء ونفتح المجال لإضافة أفكار جديدة ونعيد تاني عمليات التقييم، وسواء إيجابيات وسلبيات. إيه اللي طلعنا بيه بقى كده؟ مجموعة كبيرة من الأفكار، مجموعة من الإيجابيات لكل فكرة، مجموعة من السلبيات لكل فكرة، وبعض الحقائق عن الأفكار، وناخد بعد كده قرار. لو هركز على مرحلة توليد الأفكار ديت أو الأيديا جينيريشن، احنا بنستخدم فيها تكنيك اسمه العصف الذهني، وهو تكنيك شامل لحاجتين. في العصف الذهني اللي هو بيتعمل بطريقه شفوي، اللي هو احنا قاعدين كلنا نتكلم، اللي عنده فكره يقولها، اي حد تطلع في دماغه فكره يقولها، وممكن حضرتك تاخد الفكره بتاعتي وتبني عليها وتعدل فيها، زي ما قلت لك واحد قال القطر مش هيقف في المحطه، تمام، ممكن جدا ان واحد تاني هو اللي قال نعمل حكاية عربية بتتساب في المحطة وعربية بتتاخد من المحطة، مش اللي قال الفكرة الأولانية، اللي قال الفكرة الأولانية مش عارف يعملها إزاي، بس هو قال كده وانتهى على كده، تمام. وبيبقى في عندنا واحد منسق للاجتماع معاه ستيكي نوتس، بيكتب كل ما حد يقول فكرة يكتبها على ورقة من الستيكي نوتس،
ويقعد يلزقها على الحيطة، وبعدين يجمع الأفكار ديت لبعض. وارد جدا إن إحنا زي ما قلت كل واحد يطور على فكرة واحد تاني، يدمج فكرتين مع بعض وطلع منها حاجة جديدة، بنقعد نعدل على شغل بعض. في طريقة تانية بتعتمد شوية على الصمت، ما فيهاش كلام. أي أفكار عندك اكتبها على ورق، عندك 10 أفكار اكتبهم في 10 ورقات، وبنبقى قاعدين مثلا في ترتيب معين على ترابيزة مدورة، كل واحد شغال بهدوء، لما يخلص يعمل إيه؟ يدي للي جنبه الورق بتاعه. حضرتك تشوف الورق بتاع زميلك اللي كتبه، ونفس الولا من شوية بقى، عايز تطور عليه، تعدل في الفكرة بتاعته، تضيف فكرة جديدة، ما تهدش دلوقتي، لا تنقد ولا تمدح. احنا دلوقتي بنطلع افكار، طلع لي فكرة جديدة وفكرة جديدة. اذا طريقة بتعتمد على الكلام ونتكلم قصاد بعض، طريقة تانية بتعتمد على السرية والكتابة. تمام، بعد ما نعمل ده ندخل على المرحلة التالية اللي هي مرحلة الايه؟ النقد، الحاجات السلبية والحاجات الإيجابية. لو كنا شفوي بنقولها شفوي، لو كنا بنستخدم طريقة الكتابة يبقى هتكتبها لي على الورق. دلوقتي كل أنا بنكتب كل فكرة لما بنكتب على الورق بنكتب كل فكرة في ورق مستقل، فنعمل فيها سيكشن أدي الفكرة والتعديلات اللي عليها، وبعدين أدي سيكشن تاني للسلبيات، سيكشن تالت للإيجابيات، والورق يلف علينا كلنا. طيب، هي طريقة الكتابة دي بنسميها ديلفي أو ديلفاي، النطقين موجودين. تمام، طيب ايه اللي بيخلينا نختار دي او نختار الطريقه ديت؟ طريقه العصف الذهني بتكون مناسبه اكتر في حاله ان كل اللي قاعدين في القعده في تكافؤ ما بينهم، كلهم زي بعض، ما حدش هيتكسف من حد، اي حد هيقول اللي عنده ومش هيحرج من التاني، او هيخاف ان الناس تتريق عليه او مش عارف. لكن ساعات مثلا عندنا بقى أستاذ كبار موجودين معانا، مثلا زي الدكتور محيي كده ربنا يكرمه، والدكتور مصطفى، والناس الفاضل من حضراتكم الموجودين، فأنا ممكن أتكسف، يعني أنا اللي هقول هو الدكتور محيي موجود أو فلان موجود أو مش عارف إيه، معانا ناس كبار في السن، معانا ناس في مناصب، معانا كذا، فالناس تتكسف، الناس هتكش. لا لا لا، يبقى خلاص سيبك من الشفوي وخليهم ينطلقوا في الكتابة، مش هيتكسف في الحالة دي. الورقة لما هتجيلي هكون نسيت أصلا دي جاية من اللي جنبية ولا من جنب اللي جنبية. تمام، ويعني في بعض الحالات حسب الناس اللي موجودة كانت الطريقة الشفوية هي الأنسب، في بعض الحالات كانت الطريقة المعتمدة على الكتابة هي الأنسب. طيب، عشان نطلع أفكار يا جماعة وأفكار كتير، لك العصف الذهني ده وتوليد افكار خارج الصندوق من مجموعه من الناس، خلي بالك الموضوع كله مجموعه من الناس، انا ما حدش يقدر يعلم حد لوحده كده يبقى مبدع، لكن مجموعه من الناس هيبقوا مبدعين. قال لك في مبدئين مهمين جدا لازم نلتزم بيهم، واحد فيهم عكس اللي احنا متعودين عليه 180 درجه، الكم اهم من الكيف. انا عايز يا جماعه نطلع افكار، عايز نطلع اكبر كميه ممكنه من الافكار في الموضوع اللي بنتكلم فيه، وليكن ده مجرد مثال ما اقصدش بيه اي حاجه. احنا عندنا مشكله الكلاب في دريم مزعجه، ازاي نقلل الازعاج بتاع الكلاب اللي موجوده في دريم؟ تمام، عايزين نطلع ما لا يقل عن 30 فكره عشان نقضي على موضوع الازعاج، حتى لو كانت الافكار دي مجنونه وغريبه وغير قابله للتطبيق، مالكش دعوه، اللي غير قابله للتطبيق دلوقتي جايز حد بعد شويه يجعلها قابله للتطبيق تاني، زي فكره ناكل العلبه، زي فكره القطر اللي ما بيقفش في المحطه. الافكار دي لوحدها غير قابله للتنفيذ، بعد شويه طلعت قابله للتنفيذ. المبدا التاني، ما فيش انتقاد لاي فكره، انا قلته قبل كده بس بنأكد عليه تاني لان ده بيبوظ الموضوع في ثواني. كل واحد يطلع بفكره تلاقي واحد بيتريق عليه، كل واحد يطلع بفكره يا عم حرام عليك، هو الكلام ده ينفع يتنفذ؟ تمام، إذا مفيش سخرية، مفيش كلام على أي عيوب، مفيش كلام على أي معوقات. إذا ما كنتش عارف تطور الفكرة، إذا ما كنتش عارف تدخلها في فكرة تانية، إذا ما كنتش عارف تطلع حاجة جديدة، التزم الصمت لو سمحت. تمام؟ مفيش أي مشكلة، ساعات أنا عاجز مش عارف أطلع حاجة تانية. بس خلاص، مش هقول بقى دي إيه؟ فكرة فاشلة. طيب، نيجي بقى الحتة اللي قال عليها الدكتور محي. دي حتة جوهرية في موضوع الإبداع. المتخصص للأسف عنده مشكلة في حتة الإبداع،
لأنه فعلا هو متمرس إنه بيعمل دي بشكل معين. حتى في بعض النصايح ظريفة جدا، بيقول لك هات الأطفال الصغيرين، هات العيال اللي اكتشفوا الدوائر والمثلثات دول، ما دخلوش أي صندوق، لا اشتغلوا هندسة ولا اشتغلوا طب ولا اشتغلوا محاماة وقانون ولا اشتغلوا زراعة، دول أبيض، هو دول اللي هيقولوا لك شوية أفكار مجنونة، تمام؟ هو اللي هيقول لك طب ايه رايك يا بابا ما نسقي النعناع بيبسي، ما يمكن لما يشرب بيبسي يطلع يكتر في الارض اكتر، تمام؟ هو بيحب البيبسي فطلع فكره زي كده تخليك ماشي، مش هسقي نعناع بيبسي بالضروره، بس يا ترى لو سقيته حاجه غير الميه او ميه مخلوطه بشيء تاني، هل ممكن فعلا النعناع يطلع نتيجه مختلفه؟ تمام؟ فالطفل يساعدك حلو قوي في جلسات العصف الذهني. عديم الخبره وغير المتخصص زي الدكتور محي ما قال لنا، المثال بتاعه كان مثال قوي جدا في النقطه دي، اللي هو مثلا الطالب اللي لسه ما دخلش جوه الصندوق، يا دوبك بس خد محاضرتين، لسه عظمه طري زي ما بنقول، ده ممكن يطلع افكار. لو تفتكروا حضراتكم في حرب اكتوبر، فكره الساتر الترابي اللي اسرائيل عملته كانت فكره عبقريه، لانه الساتر الترابي تضربه باي قنابل التراب هيطلع لفوق وينزل تاني، مفيش حاجه بتشيله. والرد عليها كانت بفكره عبقريه جدا برضو، يمكن على نفس المستوى اكتر، اللي هو خرطوم ميه. صح، فكره خرطوم الميه لو حد عرف الكلام ده عارف كويس قوي ان صح فكره خرطوم الميه كان طالب في الفنيه العسكريه، او كان بكتير مهندس لسه متخرج، تمام؟ ما كانش عسكري محترف، العسكريين المحترفين ما جابوهاش، دماغهم كلها في قنابل ومش عارف ايه، وقالوا ما فيش حل غير القنبله الذريه، تمام؟ الصغير هو اللي جابها وربنا يعني اجرى النصر على ايدين جنودنا بالفكره البسيطه العبقريه في نفس الوقت. لما تدخل الخبراء في عمليه الابداع، خد بالك هتبقى وارد جدا انها تبقى مشكله، وانا جربتها مره. كنا بنتكلم على تسويق، عايزين نطلع افكار جديده للتسويق. قعدنا ناس بتوع انجينيرنج، بتوع برودكشن، بتوع تخصصات مختلفة، وفي واحد خبير تسويق. مش ممكن أي حد يطلع بأي فكرة جديدة، ما تنفعش عشان كذا كذا كذا، ما تنفعش عشان كذا كذا كذا. يا عم قلنا ما فيش طاقة، يا سيدي اسكت يا سيدي، ما فيش فايدة، تمام؟ فلو دخل حد محترف في المجال اللي احنا بنناقشه، لو جاي بتقول عايز أطور الزراعة في دريم وعايز أفكار جديدة، وجبت لي واحد دكتور في كلية زراعة دخل في المناقشة، خد بالك هيبقى في شوية صعوبة في الأفكار الإيه؟ الإبداعية، ومواجهة الأفكار الإبداعية، وهيعتبر إن أنتوا بتتكلموا في كلام فارغ وإيه اللي بتقولوه ده. شجع الأفكار اللي شكلها سوري بس شكلها غبي، شكلها مجنون، شكلها غير قابلة للتنفيذ، هي دي اللي هتوديك لفكرة مبدعة. حاول التفكير زي المبدعين والعباقرة، ليهم طريقة في التفكير. دكتور حسام المرة اللي فاتت اتكلمنا عن حاجة اسمها تريز، يعني لو أنا فاكر صح تريز ديت حطها واحد روسي كان محبوس، حبسوه في سيبيريا 20 سنة، فقعد في ال 20 سنة دول عشان إيه؟ قال لك عشان يفضل على قيد الحياة ويشغل ذهنه، شغل ذهنه بإنه قعد يحلل العباقرة بيفكروا إزاي ويحلوا المسائل إزاي والأمور إزاي، وطلع بدراسة قالي والله بيعملوا كذا ويعملوا كذا ويعملوا كذا. في عندنا سلايد سريعة هنتكلم فيها على حاجات من دي قصار. زي ما قلنا اعمل الجولة الأولانية في توليد أفكار قصيرة، لأن هتطلع لك أفكار نمطية غالبا وترفضها وتكمل. عد بقى في الأفكار اللي عمالة تطلع، صدقني لو طلع أقل من 40 فكرة أعرف إن أنت لسه ما عملتش حاجة. يعني بيطلع 40 فكرة على الأقل، على الأقل 20 فكرة، 20 فكرة لتطوير دريم، 20 فكرة لتحسين التعليم، 20 فكرة لنخلي شكل العمارات جذاب ونظيف. ان طلع اقل من 20 فكرة و20 فكرة فيهم على الاقل خمس ست افكار مجنونين، تمام؟ العمارة تدهن نفسها بنفسها فكرة، تمام؟ ان طلع اقل من خمس ست افكار من النوعية دي، احنا ما عملناش الاكسرسايز بتاعنا صح. ممكن اعلق تعليق صغير يا باشمهندس طبعا احمد؟ طبعا انا هدي على حضرتك ان نموذج جميل جدا 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 في سنه اولى ميكانيكا هندسه القاهره السنه دي. تمام انا بالظبط اتبعت معاهم النظام اللي حضرتك بتقوله،
الكورس ما فيهوش اساسا مشاريع او بروجكتس ان انا بقول له اعمل كذا، لكن انا حبيت اشوف افكار لاولاد. قلت لهم كل واحد يعمل لي مشروع او كل جروب يعمل مشروع. انا كان عندي حوالي 220 طالب او في الحدود ديت. تصدق يا باشمهندس احمد، الولاد دول طلعوا مجموعة من الافكار في منتهى الجمال، يعني لا يمكن تتخيلها. انا كنت كده بقول ايه ده، الولاد دول سنة رابعة اللي هيتخرجوا مش هيطلعوا افكار بالحلاوة والجمال ده. الولاد عشان قعدوا تاخد بقى الصندوق يفكروا ويعملوا ويبدعوا، اللي يفكر في تكييف مش عارفه ايه، اللي يفكر يعمل مش عارفه فكره كنترول ايه، اللي يفكر. طب يا ابني انت ما درستش الكلام ده خالص، لكن زي ما حضرتك بالظبط بتقول الولاد فعلا فكروا وابدعوا وعملوا نموذج بالضبط. ونفذوه، ومش مهم ان يكون ناجح 100%. يعني هو الفكره ان طبعا انا بدات ابدعت طلعت حاجه معينه، وانا كنت سايبه منطلق، وما كانش في حاجه اسمها الفكره دي بايظه او الفكره دي مش عارفه ايه. لا، اللي انت شايفه يا حبيبي اعمله. حضرتك طبعا استاذنا يا دكتور، انا عارف حضرتك عارف الكلام ده، وبشكر حضرتك على الاضافه دي، تاكيد برضو لنفس الكلام. بشكر حضرتك يا دكتور، الله يخليك يا فندم. طبعا ما عنديش حاجه اقولها بعد كلام استاذنا الدكتور محي، يعني لا حبيبي، ربنا كلام يخليك. سليم الواحد بيقول ان احنا اولادنا فيهم، يعني فيهم فعلا فيهم خير. وربنا يكرمنا بيهم يا رب. يا رب يا رب. باشمهندس احمد، يا عمر يا فندم استاذنك ليه كومنت بس كده. اتفضل. هو طبعا انا اجري على البروسيس اوف الطريقه اللي حضرتك قلتها بتاع التفكير الابداعي او خارج الصندوق. انما احنا دايما كنا بنقول للناس، يعني وانت بتقول فكره قول لي لا ما ينفعش تطبق، يعني لازم يقول الراشونال وراها، والا هنبقى بنضيع وقت كتير. يعني دايما كنا بنقول العنوان بتاعها واي وواي نوت. انت في مشكله ومحتاجين تفكير، زي ما حضرتك الاكزامبل اللي حضرتك قلته بتاع العماره اللي تدهن. ما ينفعش يقول فكره من غير ما يقول الفكره كامله، مش وان ستيتمنت تبقى فكره. هو لان هنا برضو الأمر اللي انا خايف ان لو حد بيسمعنا يتخيل ان الفكره هي عباره عن وان ستيتمنت او فكره مجنونه تبقى جمله. لا، المفروض تبقى بروسيس كامله وفيها تفاصيل. لا، بص اختلف مع حضرتك يا دكتور. هنا اتفضل. احنا انا جايز اقول جملة ومش عارف تطبق ازاي، انا مش عارف، بس انا هرميها. حضرتك ممكن تقول، ممكن تاخدها وتطور عليها وتقول لي تتعمل ازاي. يعني لو رجعنا تاني للمثال بتاع القطر، تخيل ان احنا اللي عملنا السيشن ده، وارد جدا ان انا مثلا اللي قلت هنخلي القطر ما يقفش في المحطة، لكن مش عارف انا لو القطر، كل اللي جه في بالي لو القطر ما وقفش في المحطه هنوفر 5 دقائق في كل محطه. حضرتك اللي طلعت بفكره ان في عربيه في المستوى الثاني وتقف ومش عارف ايه، اذا انا ما قدرتش اكمل البروسيس، لكن حضرتك اللي كملتها. ده وارد في العمليه، في عمليه التفكير الابداعي، ان هي بتعتمد على العقل الجماعي وليس كل عقل على حده. تمام. عادة لما يبقى في مشكلة ميجور يعني تمام. والناس بتحاول تحلها، عادة المتخصصين أكتر هم اللي بيتكلموا في الموضوع. أنا بتكلم هنا على مستوى المتخصصين، على مستوى لو إحنا بنطرح فكرة فيها يعني مور سبيشاليزد، حاجة سبيسيفيك أكتر. إنما لو بنتكلم في حاجة جنرال أنا معاك. ما هي ما دول فعلا دول تو ديفرنت كونتكست. بس كده. المتخصصين لا، انا مش هقبل من المتخصص انه يرمي لي كلمه كده وبتاع، لانه اصلا احنا زمايلي مش هيعرف. هو دماغه جوه الصندوق، هو هيفكر هيجيب لي فكره من جوه الصندوق وهيجيب لي بحذافيرها ومميزاتها وعيوبها، لكن احنا دلوقتي بنتكلم اوت. فالطفل الصغير لو طلع لي بفكره زي ما قلنا في النقطه دي، انا مش هقدر اقول له كملها لي، واخد بال حضرتك؟ ف تو ديفرنت كونتكست. بشكر حضرتك يا دكتور على التعليق والاضافه. أهلا طيب بك. اوكي، الخطوه اللي بعد كده، بعد ما طلعنا ال 40 فكره اللي بنقول عليهم، نبتدي نعمل تصفيه. مش كل ال 40 فكره قابلين للتنفيذ في الاخر، بغض النظر ان ابداع ومش عارف ايه، في الاخر هنطلع 3 4 5 افكار بكتير هي اللي مقبوله.
بسرعه شديده جدا، لان مش ده السكوب بتاعنا ومش ده الهدف من السيشن. بيتم استبعاد الاول افكار، في افكار ما تنفعش، ما فيش تكنولوجيا تنفذ الفكره دي، تكلفه عاليه جدا حتى لو التكنولوجيا موجوده، دينيا او اجتماعيا أو مهنيا ما ينفعش نقول الكلام ده، ده بيتعارض مع القوانين، بيتعارض مع العرف، بيتعارض مع الدين، تمام، او اي معيار تاني. فدي افكار بيتم استبعادها، ما تناقش. طيب فضلي سبع ثمان افكار، انا مش هقدر انفذ سبع ثمانيه، انا محتاج انفذ ثلاثه بس. بختار طريقه لتقييم الافكار، في طرق علميه معروفه تدي لكل حاجه وزن نسبي، تحدد مجموعه عناصر. انت عايز تشتري موبايل مثلا، ده مجرد تشبيه، عايز تشتري موبايل فيهمك فيه مش عارف الوزن وحجم الشاشه وفي جي بي اس ولا ما فيهوش، والشاشه الريزوليوشن بتاعها عامل ازاي، طب ومين من دول اهم من التاني، بتحط عناصر وتقيم وتشوف اللي ياخد اعلى درجه هو ده الموبايل اللي هتجيبه. او في واحد عمل حاجه اسمها بوغ ماتريكس شبيهه بالطريقه الاولانيه، بس بيحط نموذج كده، ده الايديال، الموبايل اللي فيه كذا وكذا وكذا وكذا، ده الحاجه الايديال. والله الموبايلات اللي في السوق لو هي احسن منه في النقطه دي تاخد واحد زائد واحد، لو اقل منه تاخد ناقص واحد، وفي الاخر نجمع الارقام ونشوف مين اللي واخد درجه اعلى. في حاجه اسمها الديسيشن تري، شجره القرار، تمام، او التصويت. والتصويت ده في مدارس، يعني لما نعمل تصويت على حاجه، احنا تسع افراد مثلا، خمسه قالوا ننفذ، اربعه قالوا ما ننفذش، في ناس بتاخد التصويت بالاغلبيه المطلقه، خمسه قصاد اربعه الخمسه يكسبوا، في ناس بتقول لا عشان ننفذ لازم يكون التلتين على الاقل موافق، في ناس بتشترط الاجماع، تمام، والاجماع ده موجود اللي هو متبع في نظام المحاكم الامريكيه، لجنه المحلفين ال 12 لازم تتفق على راي. ومش مع يعني هي ليها قصه كده، مش معنى ان انا متفق مع الراي ان انا يعني بيقول لك في ثلاث حالات، كده انا متفق، كده انا مختلف ومش قابل الراي، كده يعني ايه مش عاجبني قوي بس همشي معاه. فهو الاجماع بيبقى يا الناس كده يا كده، محدش رافض، بس بعض الناس كده مش مبسوطه قوي، تمام. ما علينا، بنعمل تصويت او اي طريقه ان كان، ونختار البدائل اللي هتتنفذ. عايز اخد حضراتكم بسرعه في الدقيقه اللي فاضله بقى ل الكلمه اللي قلناها، التفكير مثل العباقره. العباقره بيفكروا ازاي؟ والراجل اللي عمل لنا تريس ده وغيره قالوا لنا ايه؟ قال لك احد الحاجات انه بيبص للمشكله من زوايا متعدده، زي موضوع القطر. شفنا اليابانيين زود السرعه، شفنا الصينيين بدل ما يزود السرعه دخل في قصه تقليل بطء السرعه. طيب العباقره دايما بيرسلوا، تلاقي عندهم سكتشات وورق ومش عارف ايه. العباقره بيهتموا بالانتاجيه، يطلع افكار جديده، حتى زي ما قلنا بعضها غير قابل للتنفيذ، تمام، بس في بعضها اكيد هيتنفذ. يمكن يعني في كلام ان توماس اديسون كان ليه اختراع كل 10 ايام تقريبا، توماس اديسون بتاع الكهرباء وبتاع حاجات كتير. مش كل الحاجات دي جايه من بره، احنا في عندنا حاجه اسمها التفكير المجازي، ان انت تستلهم من حاجه تانيه مشابهه بس في مجال تاني خالص. ويمكن انا جايب لكم هنا مثال ظريف اتعلمناه زمان في الكليه، لان اساسا انا خريج عماره، خريج هندسه معماريه، بعد كده نقلت في الاي تي. دكتور عبد الحليم ابراهيم الله يرحمه ويسامحه، ده كان من اساتذه العماره. جاله مشروع، هو اللي عمل حديقه الطفل في السيده زينب، حديقه الحوض المرصود. دكتور عبد الحليم ابراهيم عشان حابب يعمل رمز في الحديقه يعبر عن الطفل ونمو الطفل، استلهم الرمز منين؟ من مئذنه مسجد احمد بن طولون اللي موجوده في السيده زينب، المأذنه من المآذن القليله في العالم اللي معموله على شكل حلزون. حلزون بيبدا من مركز ودواير تكبر تكبر تكبر، فقال لك ما هو ده انا ممكن اخد ديت واوظف الفكره دي في الحديقه، لان الطفل برضه بيكبر وبينمو. وظفت الفكره دي ازاي يا دكتور عبد الحليم؟ ادي المسقط الافقي للحديقه، تلاقي في حلزون هنا في المنطقه بتاعه الفصول دي او القاعات الدراسيه دي او ايا كانت، ومنطقه تانية هنا فيها مسرح برضو خد فكره الحلزون، وفي حلزون ثالث هنا، يعني لو قعدت تحلل وراه حلزونات في الممرات، تمام، عمل ثلاث ارباع الحديقه حلزونات. جاب الفكره منين؟ من مئذنه جامع. متخيل حضرتك من مئذنه جامع الى تشكيل مباني و تشكيل فراغات بالمنظر اللي حضرتك شايفه ده. ده جزء من طريقة تفكير العباقرة. طيب
طريقة تانية دمج عناصر يبدو ليك للوهلة الأولى إن العناصر دي ما تتربطش ببعض والحاجات دي ما تجيش جنب بعض. ويمكن من أشهر الأمثلة اللي كان محمد عبد الوهاب، الموسيقار محمد عبد الوهاب بيعمله، دمج الآلات الغربية مع الآلات الشرقية. يمكن من الحاجات اللي كانت غريبة جدا في وقته، تمام؟ وأنا جبت لها مثال هنا من أغنية مشهورة من أغاني أم كلثوم، غدا ألقى. أو على كده شهر 26 تلاقي أحمد مش واضح بالنسبة للصوت التاني طيب أعلى شوية. كده كويس. آه انا بقول لحضراتكم شوفوا بقى اللي عمله في وسط الالات الشعبيه، الالات الشرقيه ديت، ايه اللي هيحصل دلوقتي. شايفين حضراتكم كل دي كمان والات شرقيه عاديه. عمر خورشيد، عفوا عمر خورشيد بجيتار، آلة غربية تماما ملهاش علاقة بالموسيقى الشرقية، تمام؟ والعازف بتاعها حتى شكله مختلف، تحس ان العازفين اللي كانوا ورا ام كلثوم تحس انهم بهوات وبشوات، وعمر خورشيد شوية تحس انه قنفس يعني، تمام؟ حاجة مختلفة تماما. وبرغم من كده نسمع اللحن ولا اي حاجه، بالعكس ده جميل جدا واداله مساحه لوحده. خلاص رجع بقى تاني بعد كده كله شغال مع بعضيه، الشرقي مع الغربي، يعني مش بس دخله مع التخت العام، ده اداله مساحه لوحده يشتغل فيها، والجمهور اتبسط جدا وعجبته الحكايه دي. ده شبيه بالظبط لو انا مهندس ديكور، هل ممكن ادخل حاجه مودرن وسط حاجه ستيل؟ لو عملها صح هتتظبط. عارفين في باريس عملوها مرتين، لما جم يخلدوا الذكرى المئوية الأولى للثورة الفرنسية. باريس مدينة كلاسيكية، المباني كلاسيكية قوي، عمارة كلاسيكية قديمة. عملوا إيه؟ عملوا برج إيفل اللي كله ستيل وكله مودرن مقارنة بالعصر اللي اتعمل فيه. في الذكرى المئوية الثانية عملوا الهرم الزجاجي جوه قصر اللوفر، تمام؟ حاجة فيري كلاسيك، فيري مودرن وسط حاجة فيري كلاسيك. العباقرة بيفكروا في الحاجة وعكسها. لو أنت عايز تقلل الحوادث، طب إيه اللي بيزود الحوادث؟ ممكن ده يديك فكرة يخليك تقلل الحوادث. أنت عايز تقلل من عنف الكلاب، طب إيه اللي ممكن يزود عنف الكلاب؟ ونشوف ممكن نستفيد منه إزاي. العباقرة بيبصوا كتير لخلق ربنا ويتعلموا منه. ودي بقى هتلاقوا لها الأمثلة يعني كتيرة جدا. الطيارات المقاتلة، اتفرج على العروض العسكرية أو أسراب الطيارات المقاتلة وبص على أسراب الطيور، هتلاقي نفس الحركة، حرف الـ V، تمام؟ ده ليه علاقة بالإيروداينامكس وتحميل الهواء وتقليل المجهود.
الهياكل الإنشائية القوية هي الهياكل المفرغة من جوه زي العظم. لو العظم ده كان مصمت كان يتكسر بسهولة وكان يبقى أضعف بكثير من إنه العظم المفرغ ده. الجيش الأمريكي يقعد يحلل تكتيكات الذئاب ويعمل تكتيكات قتالية شبيهة بيها. أجسام الطيارات وحركة الطيارات وإزاي الطيارة تطلع لفوق ومش عارف إيه متاخدة من الطيور الطبيعية وكده. كلنا نسمع عن أساليب الكونغ فو، ده مش عارف التايجر وده المونكي وده مش عارف إيه. آخر حاجة، إحنا للأسف ما يعني الوقت خلص فدي آخر سلايد، بس أنا بس كل اللي هقوله هنا مش هنعمل ورشة العمل دي، لكن مجرد مثال. عايزين نعمل غسيل، عايزين نغسل العربيات عشان تبقى نظيفة وجميلة لكن غسيل العربيات ده بيعمل لي مشكلتين، بيهدر مية، وإحنا داخلين على أزمة مية وبدأنا بالفعل إحنا دخلنا في أزمة مية بسبب موضوع سد النهضة والقصة دي ومش عارف إيه، تمام، وإن المية انا واحد من الناس بعاني من المشكله ديت. انا في جيران ليا بيغسلوا العربيه في الشارع، تلاقي قدام البيت عندي بقى بركه سباحه، تمام. فازاي نغسل العربيات من غير ما نهدر الميه؟ تمام، ممكن تبتدي بقى تطلع الافكار وتطلع الافكار المجنونه. طيب ما نخلي العربيه تنظف نفسها بنفسها. طيب انا هبص للامور بشكل تاني، انا مش عايز العربيه، انا مش الهدف غسيل العربيه، الهدف نظافه العربيه. هل ممكن العربية أصلا ما تتوسخش؟ أي وساخة تيجي على العربية تقع. إزاي؟ مش عارف. أنا شخصيا مش عارف. ممكن يطلع حد تاني ويقول آه في مواد معينة لو دخلت في الطلاء الحاجات دي مش هتلزق على العربية. ممكن واحد يقول لي إن في، ممكن واحد يبص للطبيعة، التعبان بيغير جلده، التعبان بيغير جلدها، بالتالي دي حاجة كتير مننا شافها في التلفزيون ولا حاجه، بتفك في شجره كده وبتاع ويطلع من جلده، تمام، بيغير جلده من وقت للتاني. طب ما نخلي العربيه تغير جلدها هي كمان، لو اتوسخ تروح ترميه وتغيره، تمام. واحد يقول لك يعني ايه يعني؟ يعني العربيه هتعمل مش عارف ايه، فواحد ياخد الفكره ويطور عليها، يقول لك في سبراي، لو عملنا سبراي يترش على العربيه فيعمل عليها طبقه حمايه، والسبراي ده نطور لسه عليه وبتاع بحيث انه سهل، انا اروح اشتريه من السوبر ماركت ب 200 جنيه مثلا وارشه على العربيه، داير ما يدور، هي علبه ب 200 جنيه، تقعد 4 شهور، تمام، وبعد ال4 شهور هيكون عمل طبقه تشيلها بايدك كده تترمي في الزباله، تمام. ده انا هنا ما استخدمتش ولا نقطه ميه، تمام، وفكرت somehow خارج الصندوق. مش قلت لك بقى قلل الميه واعصر الفوطه وخدها من فوق لتحت او هاتها من تحت لفوق او مش عارف ايه، انا داخل معاك في سكه تانيه. ايه؟ في سكه تانيه. دي كانت كل النقط اللي حابب اتكلم فيها، اسف على الاطاله، اعتقد انا طولت شويه، انا اسف جدا. ولو في اي سؤال لاي حد من حضراتكم فانا تحت امره. والله احنا سعداء جدا بال يعني الكلام الجميل دوت اللي يعني فتح حاجات كتير ممكن نتكلم فيها. العفو يا دكتور، اعتقد ده ان انا احنا يعني سعيد. في ناس كتير هتحب انها تسأل أسئلة، فأولا بنشكر حضرتك شكر كبير جدا على الموضوع ده. اي فندم، العفو وصدقني العفو. والله وانت بتتكلم الواحد يعني جاب في ذهنه حاجات كتير من مشاكلنا اللي احنا عايشين بيها ممكن تتحل بالبساطة الجميلة اللي حضرتك بتتكلم بيها دي. ولو فعلا فكرنا خارج الصندوق كان ممكن حاجات كتير نقدر ان احنا نوصل لها، ونقدر ان احنا تبقى حياتنا وردي، وزي ما تقول من الافكار الجميله ازاي نخلي حياتنا حلوه طبعا خارج الصندوق، ازاي نخلينا داخلين وخارجين المدينه بتاعتنا كده بنضحك يعني بنقول لبعض كلام جميل وخايفين على بعض وبنحب بعض وبعيدا تماما عن اي مواضيع اخرى. يعني طبعا انا مش عايز اتكلم كتير، انا عايز يعني الاخوه الافاضل لو في حد عنده اي حاجه يحب يناقشها اتفضلوا. أنا بس حابب أقول نقطة أخيرة، إنه إحنا بس دي مالهاش علاقة باتحاد شغالين حالي ولا سابق ولا نقد ولا بتاع، بس أيام الاتحاد اللي قبل ده كنا مرة اقترحت عليهم الفكرة دي وعملنا سيشن، كان معانا الحاج عصام سندي ومجموعة من الناس على مثلا الانتقالات من جوه المدينة للبوابات وكده، ما كانش لسه العربيات اللي موجودة الحالية دي موجودة، وكان معانا ناس من الاتحاد الشغالين وقتها، فواحد منهم بس مش قادر افتكر مين، اعتقد مهندس سليمان، احمد سليمان،
انا كنت فاكر الكلام ده خزعبلات وفض مجالس وبتاع، بس لا، طلعنا افكار، طلعنا افكار حلوه يعني. يعني الدوري اتجربت يعني من الكلام ده. طبعا طبعا. بعد اذن دكتور محي، تفضل يا دكتور هشام. اذا كان في يعني فرصه ندوة تانية بس عن الحاجات اللي حصلت أو تنفذت فعلا أو حاجات واقعية من موضوع التفكير خارج الصندوق، وانس أحمد يقدر يقول لنا عليها بعد كده. هو اوريدي فكرة القطر، القطار الطائر اتنفذت مثلا على سبيل المثال، تمام طبعا. انما القطار اللي ما بيقعش في المحطة دي لسه بروتوتايب، لسه ما اتنفذتش. هل في حاجة عندنا جوه مصر هنا كان مطلوب لها حاجة زي كده، بحيث تعملها جلسة عصف فكري أو تتاخد منها أفكار، أو أنت حضرتك مشارك في حاجة دلوقتي في موضوع ده، موضوعات زي دي يعني، لا، لأن هي موضوعات. مش قادر اجزم لحضرتك واجيب مثال غير الامثله اللي انا جبتها، بس مش قادر، بس برضه مش قادر احدد. هل الدكتور عبد الحليم ابراهيم الله يرحمه سامح لما عمل كده، او عبد الوهاب لما عمل المزيكا بتاعته، هل كان في نوع من العصف الذهني ولا ده ابتكار فردي؟ لا دي فردي ده طبعا. مش قادر كانوا اقولها. زمان زمان كانوا فردي، ما بيشتغلوش عصف فكري ولا حاجه. والله يا دكتور هشام، هذا شعور. لو حضرتك بصيت في التاريخ المصري ايام الفراعنه، اعتقد الفراعنه عملوا عصف ذهني كتير يعني. يعني الحاجات اللي احنا بنشوفها دي حقيقي في هذا الزمن كان حاجه غريبه الشكل من ابتكارات لا وحاجات. طبعا، دي اكيد مش فرديه، دي اكيد جماعيه وعصف وتفكير ودراسات، بس حاجات غريبه مش قادرين نوصل لها ازاي يعني. يعني احنا حتى دلوقتي مش متخيلينها يعني. لا لا خالص، ولا نعرف اتعملت ازاي يعني. صح. زي الاهرامات يعني والبنى والكلام ده. باشمهندس المؤكد احمد، ان ازاله الساتر الترابي في خط بارليف ده نتيجه عصف زي. صح بالظبط بالظبط لان دي بالظبط. اللي طلعها زي ما قلنا طالب صغير، دي لو مش عصف ذهني كان اللواءات والعمداء عمالين يدرسوا سنتين ثلاثه ومش طالعين بنتيجه. الكوميونيكيشن دي باللغة النوبية يا باشمهندس أحمد. والشفره بتاعت اللغه التشفير. النوبيه صح. التشفير، تشفير الاتصالات عن طريق ان اتصنطوا براحتكم، احنا مش هتفهموا حاجه لان احنا اصلا مش فاهمين احنا كده. دي خارج الصندوق، اكيد خارج الصندوق يعني فعلا يعني. بالظبط، لان اللي طبعا. جوه الصندوق استخدم شفره 64 بت، استخدم شفره 128 بت، مش عارف اعمل ايه، كود ايه صح معقد ايه. مظبوط. تمام، لكن بس دي هو مجال قصه. هايل طبعا يعني، ربنا يوفق يعني ان شاء الله. الف باشمهندس شكر. احمد، ايوه دكتور صدق، لو حبينا نطبق التفكير الابداعي على الليفل بتاع دريم تمام. وتطوير دريم، فحضرتك تصور حضرتك ان هو يبقى مثلا سي ممكن على جروب من الجروبات اللي احنا موجوده، نطلب من الناس ان هم يعملوا برين ستورمنج في سبجكت معين، ولا نسيب الامور مفتوحه وكل واحد يحط اللي هو بيحلم بيه، ونبتدي بعد كده نعمل لجنه او مجموعه متخصصه تبتدي تفلتر الافكار، تشوف ايه اللي ابلايد وايه اللي مش ابلايد، وهكذا نفضل نمشي في البروسيس زي ما حضرتك قلتها، لحد ما نوصل في الاخر لايه الافكار اللي تو بي ابلايد، ولا الامور تمشي ازاي، البروسيس تبقى ازاي من وجهه نظرك؟ أنا أفضل إن يكون نقعد قعدة ظريفة كده على أحد البسينات، العدد اللي هيشارك، لأن الموضوع دوت عايز، معلش، عايز حد يسيطر عليه. لأن أنا بقول لحضرتك إحنا جربناها كذا مرة، بتبقى على الجروبات دي بالذات أول ما بتقول حاجة جروب فيها ما شاء الله 200 واحد ولا أكتر، مش سهل إن أنت تسيطر عليه في موضوع الالتزام في عدم النقد. أول ما الواحد بيقول فكرة، أنت واخد بالك؟ مثلا في موضوع النقل ده، من ضمن الأفكار اللي قلناها هنعمل سير متحرك زي اللي في المطارات. هنعمل سير متحرك من بوابة 2 لبوابة 3 بطول دريم. تخيل دي بقى لو حضرتك لو قلتها على أي جروب من جروبات دريم، شوف كمية التريقة وكمية مش عارف إيه اللي هتتاخد. لكن وجها لوجه يعني بعرف اسيطر عليها، بلاقي حاجه طالعه، لا وقف لو سمحت، انت بتنتقد الفكره، لسه ما جاش وقت النقد، لو تقدر تعدل على الفكره عدل. فانا بخاف بس من الجروبات
ان السيطره عليها ما بتبقاش كده. ولو كتبت لحد، لو سمحت ما تنتقدش الفكره، حضرتك عارف الريتن كوميونيكيشن بيتفسر بطريقه تانيه. ليه؟ مش معنى ان اللي تقول اسكت وكل الناس بتتكلم. فافضل نكون قاعدين ونمشي في السكس هاتس كلهم. المجموعه اللي قاعده برضو هو بيتقال دايما ما تبقاش المجموعه كبيره قوي برضو عشان نعرف نسيطر عليه. يعني افضل يكونوا اقل من 20 واحد يعني. تمام؟ وبعد ما نطلع وبرضه يبقى المجموعه فيها ميكس، في ممكن شباب صغير واولاد صغيرين، ناس مش متخصصه في الموضوع عشان نطلع منهم افكار. ممكن بعد كده في المرحله النهائيه لما نجيب الافكار ومزاياها وعيوبها نلجا لمجموعه من المتخصصين اللي برضه عندهم اللي عندهم مرونه، اللي عنده استعداد يتقبل، زي الدكتور محي ما قال لنا كده انه شاف الطلبه يقولوا ايه واعجب باللي الطلبه قالوه وممكن يشتغل عليه ويتطور عليه. لكن انا اسف معلش يا دكتور محمد، حضرتك عارف الكلام ده، في بعض الاساتذه التانيين، انت مين يا ابني انت عشان تطلع لي فكره جديده؟ صح احنا يا ابني بقى لنا 40 سنه و50 سنه في الكلام ده، يا حبيبي صحيح الكلام ده مش هيتنفذ. تمام؟ ففي بعض المتخصصين قاتلين لاي فكره، هو العلم وقف عندهم. ده حقيقي ده فمحتاجه برضو حقيقي متخصص. دكتور فاروق جاز كان بيقول اول ما راح ناسا الراجل المدير قال لهم والله ادي اللي احنا عملناه في السنين اللي فاتت، احنا مستنيين تورونا انتوا بقى هتعملوا ايه، مش جايبهم عشان يمشوا على اللي هم ماشيين عليه. فبرضه هنجيب المتخصص يبقى عنده مرونه واستعداد، مفيش مشكله. انا بقى لي 30 سنه لكن ما جبتش الفكره دي، ازاي ان انا انفذها. والتكامل اللي حضرتك قلته يا باشمهندس احمد دي حاجه مهمه جدا، ان ممكن الفكره ما تبقاش ترتبط بشخص. الفكره ممكن تبدا وتكبر 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 وتنمو بمجموعه من الناس. بس حضرتك انت رميت بذره، غيرك خدها رواها، غيرك خدها ظبطها، غيرك خدها عمل لها تريمنج، غيرك يعني كل ده فعلا هو ده التكامل الجميل في الافكار يعني. بالظبط. احنا زي ما قلنا مفيش حاجه تقدر تخلي واحد لوحده هيبقى عبد الوهاب ولا هيبقى اينشتاين، ولا ما عنديش دي، ما بالظبط اعرفهاش. اه لكن احنا مع بعض هنطلع. اه وتلاقي الناس التعاون في الامور اللي بالشكل ده بتخلي الناس تبدع بقى. يعني الابداع بينبع من انا واقف معاك، عجبني كلمة او حتى كذا بفكرها من فكرة ازاي اطبقها، مش ازاي اهدمها، مش ازاي بالضبط انتقدها، خد بالك. بالضبط وبالتالي نفضل ماشيين فيها. والحته بقى التانيه اللي هي الفلتريشن، تفلتر بقى بعد كده. انت خلاص عندك 50 60 فكره، هتفلترهم لاربعه خمسه، وممكن بعد كده تاخد الافكار ال 50 60 مره تاني، تفلتر تاني، تطلع منهم وارد ثلاثه اربعه تانيين، وهكذا. وارد جدا وارد جدا فاحنا طبعا. النموذج بتاعنا اللي حضرتك بتتكلم عليه ودكتور مصطفى بيتكلم عليه فعلا، يعني مدينه زي مدينه دريم مثلا، لو في فعلا تبني لموضوع معين ونبتدي نتكلم فيه، وممكن يبقى فيه حلقات يعني على سكيل محدود، انا متأكد هنطلع منه بأفكار كتير وحلول كتيرة جدا يعني. لان احنا ياما اتكلمنا وكان كل المشكلة ان الكلام بيضيع في وسط الايه الشد والجذب وكلام من ده. يا جماعة طب نسمع بعض يعني، ونشوف ده بيتكلم كلام حتى لو ما هوش لوجيك دلوقتي ممكن يبقى لوجيك بعدين يعني. يعني بالظبط كل بالظبط الاختراعات كانت في بدايتها كانت الناس بتتريق عليهم، يعني ايه الناس المجانين اللي مش فاهمه حاجه ديت، لكن الجنان ده وصلهم للساينس فيكشن اللي الناس كانت تتفرج على افلام مثلا من 40 50 سنه، واخد بالك، يعني حاجات ليها علاقه بالموبايل وبتاع اللي بنشوفها دلوقتي، يعني حاجات فيجوال وكده، يعني كانت زمان بيعملوها في الافلام اللي هي ساينس فيكشن بتاعت زمان، دلوقتي متحققه يعني ما حدش كان ممكن يتخيلها يعني. انا في سلايد نسيتها، افتكرت لما حضرتك بتتكلم مش هشرحها، يعني هي ممكن تتقري سيلف ريدنج، بس دي شويه حاجات من اللي اتقالت على الاختراعات في وقتها مذهله. وبعضها لبيل جيتس، يعني بيل جيتس قال كلام بس
يعني قدر يظبط نفسه بعد شويه. يعني بيل جيتس كان بيقول لنا ان رام بحجم 640 كيلو بايت كافيه جدا لاي شخص. قال الكلام ده سنه 81. النهارده الرامات بال 8 جيجا وبال 16 جيجا بالظبط وبنقول مش مكفيه. صح. تمام؟ وفي كلمه هنا اتقالت سنه 1899 بس في جدل مين اللي قالها. في واحد قال لك كل ما يمكن ان يتم اختراعه قد تم اختراعه بالفعل. قال الكلام ده من 120 سنه. لكن بيجي جدل على النت، فلان لا مش فلان. تمام؟ صحيح. واللي كان بيتريق مين ده اللي عايز يسمع اصوات الممثلين في ايام السينما الصامته. ايوه يعني كلام حضرتك سليم تماما، وليه امثله كارثيه يعني. دي بعض الغير منطقي اليوم بعد 20 سنة ولا 50 سنة بيبقى حاجة ايه ده الكلام ده يعني يعني بسيط. الناس دي مكانتش بتفكر، الناس دي مش عارفة ايه. يعني دايما الواحد يجيب امثلة من هذه النوعيات والواحد بيدرس، يعني اقول له بص في العصر كذا كان الناس بتعمل الموضوع ده، يعني مثلا اول مكنة في التاريخ كانت بتعمل كذا. الطلبة تبص لك كده ايه ده، ايه الهيافة دي، يعني الناس دي يعني هو ده اختراع، ان عباره عن مش عارفه ايه بتدخل له شويه وقود يروح طالع يبقى هو دي مكنه. طب ما هو زمان قبلها ما كانش في حاجه، الناس كانت في العصر الحجري والناس كانت بتتحرك بمش عارفه بالخيول او بتتحرك بكذا، لا دي بداوا في عصر يطلع طاقه من كذا. فعلا الحاجات دي كلها بعد سنين بتبقى بالنسبه للناس يعني قديمه او افكار كده، لكن في وقتها كانت طفره يعني. أظن بمناسبة إحنا السؤال طبعا عندك، بنشكر حضرتك والله استمتعنا بالمجموعة كمان اللي موجودة، ونتمنى إن إحنا برضو أفكار كتيرة في يعني ندوات مختلفة بمواضيع مختلفة. يعني نتمنى برضو دكتور مصطفى الناس اللي موجودة هنا في المدينة والناس بره إن هم يعني إيه يسعدونا ببعض الحاجات الحلوة بتاعتهم، وناخد ممكن كيس استاديا يا باشمهندس أحمد بعد كده على دريم ونبتدي نعمل لها برين ستورمينج يعني. أوي أوي، يا ريت يا ريت، بس يعني لو أنا كمان أعملها زي ما قلت كده فيزيكال بقى، على خلاص أي بسين، في النادي، في أي حتة، صحيح وطبعا لازم نختار حتة سكوب صغير يعني، يعني ما ينفعش يكون طبعا. العنوان دريم أحسن يعني. لا، حاجة مثلا زي ما حضرتك قلت كده، مشكلة الكلاب في الشوارع المصرية أو في دريم أو حاجة زي كده very specific ونفكر فيها يعني. يعني مشكلة الكلاب دي برضو ايه يعني، كنت انا صرفت نظر عنها في السيشن، بس مثلا قلت لو هنناقشها مثلا ممكن واحد يقول لك الكلب لو شاف طفل بيهاجمه، طب هنعمل كلب فكرة شكلها شرير جدا، هنعمل كلاب واحد هياخدها يطور عليها، لا هنحط مثلا كاميرا مش عارف تأثر على عينه مؤقتا، مش عمى دائم يعني، حاجه مؤقته، مش عارف اطلع له ريحه تشده في مكان تاني غير المكان ده، ممكن يطلع لي واحد يقول لي بس دي ممكن تاثر على عقل الكلب وتجنبه، يعني نبتدي نطلع مزايا عيوب مش عارف ايه لغايه ما نوصل لحاجه قابله للتنفيذ ما تضرش الكلب، احنا مش عايزين ناذي الكلاب، لكن في نفس الوقت تحافظ على البني ادمين. صح. أنا بشكر الناس اللي حضرت، وفي ناس كانت بعتت برضو عشان التسجيلات، فإن شاء الله بعد هنا هعمل التسجيل وأحطه على اليوتيوب برضو وأعرضه والناس تتفرج عشان تستفيد منه. أنا بشكرك يا باشمهندس أحمد وبحييك، عفوا وبشكرك دكتور محي، وفعلا يعني رائعة أكثر من رائعة. أنا الله حاولت يكرمك. إن أنا تشالنج يو عشان أشوف حضرتك ثابت على المبدأ ولا لأ، بس لقيت حضرتك ثابت على المبدأ الحمد لله. طيب ألف شكر يا باشمهندس شوف أحمد. أنا متمرس في الحاجات دي يا دكتور. الله يخليك. كان في أهلا بيك أهلا مدام بيك. غادة، اتفضلي. أسأل سؤال. أيوة السلام عليكم. عليكم وعليكم السلام. السلام. ازيكم؟ انا يعني انا جارتكم في دريم، بس انا بصراحة بالصدفة البحتة يعني، انا دخلت على السيشن كده ما كنتش اعرف اصلا اي حاجة. هو انا اصلا بعت على جروب من يومين ثلاثة كده اتحاد الشغالين، فحد بعت لي ريكويست
لسه شايفاه دلوقتي، فانا استغربت. بيقولي ابعتي بياناتك ورقم تليفونك واسمك ومره كام، فانا استغربت من كتر البيانات دي وانت ساكنه في دريم. فرديت قلت له اه حضرتك انا ساكنه في دريم، بس ليه البيانات دي؟ فدخلت على البروفايل بتاعه اشوف ايه يعني هو ليه بيسالني كده، اشوف مين ده اصلا. فلقيته حاطط السيشن بتاعتكو على ال على الاكونت بتاعه، ف هل على ده اساس ان الفيزا هيبعت. سام سيندي تقريبا؟ اه بالظبط كنت بالظبط هقول كده يا دكتور. اه تمام. فلقيتها ديجيتال ترانسفورميشن، فانا اصلا يعني مهتميه جدا بالمجال واخده ماستر في الكلاود كومبيوتنج نتورك، فقلت ماشي مفيش انت مشكله زميلة بقى. اتفرج على السيشن على اساس ان هي ملهاش علاقه بدريم. انا حتى كنت يعني بعت له قلت له طب يعني حضرتك ابعت بياناتي دي، مش فاهمه، على اساس ان هو يقول لي لسه ما هو لسه اعتقد ما شافش المسج بس. فانا لقيتكم اول ما دخلت، انا دخلت اعتقد في الاخر، فلقيتكم بتكلموا في دريم، قلت اه دول اكيد جيراني. فانا كنا بقى يعني لما بقى الدكتور يعني اخدت بالي ان حضرتك دكتور عامل سيشن، وفي مهندس احمد اعتقد ايوه تمام. اه كنتوا بتتكلموا على ان احنا ممكن نعمل اي حاجة مثلا نفيد بيها دريم يعني. فهي انا بس بقول يعني ايه المشكلة، ماشي ما فيش يعني. يعني مهندس احمد كان بيقول ان ممكن يبقى في اعتراض وممكن الناس تعترض. لا هو لو الفكرة حلوة ما حدش هيعترض، فاهمني؟ يعني الفكرة ان انت نطبق. هي الناس بتشوف يعني بالنسبة لشغل الارتفيشال انتليجنس وكل الشغل الروبوتس والحاجات دي كلها، الناس ما بتبقاش عارفة هي اتعملت ازاي. هما بيبقوا شايفين الريزلت في الاخر وينبهروا بيها، لكن حتة بقى تتعامل ازاي، جات منين الفكرة، مش هياخدوا بالهم لان مش كل الناس فاهمة في الحتة دي شوية. لا صحيح. هو بس حضرتك عشان دخلتي من الاخر، هو احنا كنا بنتكلم التوبيك بتاعنا mainly innovation management. من الكلام بتاعنا النهارده innovation management، فكان الكلام على انه في innovation management بنطلع افكار، وبعض الافكار دي بتكون افكار مجنونه وغير قابله للتنفيذ وخياليه، بعض الناس شايفاها خياليه تمام. فبركز قوي في innovation management، ما تنتقدش الافكار، ما تستعجلش تقول ايه اللي انتوا بتقولوه ده، ايه التهريج ده. يعني احنا عرضنا فكره في الاول، معلش عليك بقى مش هنقدر نقولها تاني عشان الوقت، بس ممكن فيها في التسجيل. تمام لقطر ما بيقفش في المحطه، واحد طلع بفكره قال لك مش هنوقف القطر في المحطه عشان يمشي بسرعه. تمام لو طرحت الفكره دي بس كده، ايه الهبل اللي انت بتقوله ده؟ طب واحنا عاملين القطر ليه اذا ما كانش هيقف في المحطه؟ تمام. لكن الفيديو ورانا ان الفكره دي قابله للتنفيذ وممكن تتعمل. فاحنا بنقوله في الانوفيشن مانجمنت ما تبداش، اصبر شويه بس. ده المقصود، مش فكره بقى اتنفذت ونجحت وكده. تمام. طب هو انا بس عايزه حاجه يعني، احنا شايفه برضو هي جميله السيشن جدا يعني، حتى هشوفها ان شاء الله في التسجيل والفكرة كويسه، بس حته ان احنا يعني نلمس الموضوع اكتر، ان احنا عايزين ننفذ بقى يعني. لو في حاجه ممكن ننفذها بس يبقى في مكان، يبقى في مثلا ميتينج لايف اكتر، من يعني يبقى بشكل واضح اكتر. انا يعني زي ما قلت لحضرتك انا شفتكم بالصدفه البحته تمام، فلو في حاجة إن إحنا نتجمع مثلا كلنا كل واحد، أكيد في ناس كتير مهتمة يعني وكل واحد يقول رأيه. طبعا هو حضرتك الجروب اللي حضرتك دخلت عليه اللي هو الملاك الجار للجار، يعني فيه ان لا شاء الله هيبقى. خالص، كان اتحاد، كان اسمه اتحاد ملاك الشاغلين أعتقد. لا لا لا، ممكن ابعت حضرتك لو حضرتك يعني تبعتي لي التفاصيل على الشات، وانا ممكن اعمل لك انفيتيشن على الجروب بحيث ان حضرتك تبقى موجوده معانا، ونبقى فيه يعني شويه اكتيفيتيز ان شاء الله بتبقى موجوده على الجروب ده يعني. تمام. هو في اكتيفيتيز بيعملها دكتور الشاذلي لو حضرتك اه تعرفه. طبعا ده حبيبنا والله دكتور شاذلي. اه طيب كويس. اه طيب احنا بنجمع كل يوم جمعة في العمارة 752 ورا العمارة على طول ورا الجامع، فده ممكن يبقى مكان للتجمع لو حبيتوا تيجوا برضو، بيبقى سيشن حلوة جدا يعني. هو بيدرس ارت واي اكتيفيتيز تانية يعني. صحيح. فانا حضرت المره اللي فاتت وكانت ممتازه بصراحه، فده مكان كويس على فكره للتجمع لو حبيتوا ان انتوا تتجمعوا يعني. إن شاء الله.
إن شاء بإذن الله. الله. إن شاء الله بإذن الله على خير. مبسوطة جدا إن أنا يعني دخلت معاك في السيشن يعني، إن شاء ولو الله إن هي تساعدي أكتر. بالفيديو، يعني هتشوفيه يعني في بصراحة ندوة كانت جميلة جدا وقيمة، وفيها شوية أفكار حلوة باشمهندس أحمد قالها، فأعتقد هتعجبك يعني إن شاء الله. تمام، طيب أنا هبعت لحضرتك الأكاونت بتاعي على ال هبعت تمام لحضرتك على الشات. خلاص أوكي، وأنا أوكي هسجله ماشي، عندي وبعدين هبعت لحضرتك على اللينك بتاع الجروب، وإن شاء الله حضرتك تبقي معانا وتشاركي في إن المشروع. شاء الله بإذن الله. ميرسي لحضرتك جدا. أنا ميرسي جدا عليك، وربنا يكرمنا إن شاء الله. أنتظر بس الشات بتاعك عشان إيه، أسيفه عندي وبعدين تمام، يعني أنا بعت الأكاونت. هو لسه ما ظهرش عندي. حضرتك بعتيه على الشات ولا على فين؟ على الشات. لا انا غدا عدنان صح؟ عنان. عنان، سوري انا اسف اسف، تمام. مش تبع سامي عنان؟ لا لا، تشابه أسماء. طيب ماشي، أبعت لحضرتك إن شاء الله الدعوة وتشرفينا بإذن الله. إن ماشي، شاء الله. يعني ميرسي لحضرتك. متشكرين جدا يا جماعة على الندوة الجميلة دي، وإن شاء الله نلتقي بقى في ندوات كتيرة، ونشكر طبعا باشمهندس أحمد مرة تانية، وبنشكر كل الناس اللي حضرت معانا إن شاء الله. مع ألف ميرسي. سلامة. مع السلامة. صباح الخير. السلام عليكم.